أنا عامل بمزرعة، هل لي الحق بأن آكل من ثمار هذه المزرعة والمزارع المجاورة لها؟ ولأن بعض العمال يعطون بعضهم بعضا من الخضروات والفواكه للأكل، هل هذا يجوز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. وهل يبيع أي شيء من دون علم صاحب المزرعة؟ أما البيع فلا يجوز إلا بعلم صاحب المزرعة أو تفويضه له. أما الأكل فإذا كان صاحب المزرعة لا يمنع من ذلك فلا بأس به، مجرد الأكل إذا كان صاحب المزرعة لا يمنع منه فلا بأس به. أما إذا علمتم أن صاحب المزرعة لا يرضى فلا يجوز لكم الأكل من مزرعته وخضرواته إلا بإذنه. نعم.